أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الجزء الثالث والأخير من برنامجكم أكلات من الجهات. كنا في الجزء الأول والثاني طيبنا مع مدام راقية، ورتنا ليزاستيوس، ورتنا ليروسات اللي هما سهلين على الأخر بالحق، جربوهم ما يستحقوش برشا وقت. اللي احنا عملنا البرزجان، المريشة، المدموجة، وتوا مش نعملوا الغرايف اللي هي حلوة هكا ولا؟ الغرايف معروفة الغرايف هي. الغرايف هي حاجة بنينة برشا وتتشبه للبغرير المغربي. أي تشبه برشا المغرب، هي الكيف ما قريبة برشا للجزائر والمغرب، وما يعملوا برشا البغرير، هما يسميوه البغرير واحنا نسميوها الغرايف. الغرايف الغرايف انا ديما نعملهم بالحق، لتوا نعملهم وديما نعملهم بو مي زونفون، يعني ياسر بنين. يجي اون جينيرال فطور صباح هكا ولا حتى العشيه؟ حتى العشيه انا نحبها في فطور الصباح، تعجبني على الصباح بنينه وفي العشيه بنينه. للصغيرات تش تعملهم تعطيه لهم ياكلوها، يهزوها ان ديسير لومجه معاهم بنينه برشا. تاخذ اغزر زوز كيسين سميت ارت، زوز كيسين سميت ارت، وتاخذ عليهم مغرفه نتاع ماكله لوفو رابان، الخميره نتاع الخبز ومغيفه ملح. باش نعطيك استيوس باش تعملها وما تقعدش تقول اوه هذه الغرايب، خاطر برشا ناس يبداو يعملوا فيها ويعركوا فيها ويخدموا فيها. لا، تاخذ لو بلونجور نتاعك. ايه البلونجور عرفتوا هذاك موجوده بارتو. انت تحط، قلنا زوز كيسين، زوز تيتاس دو سمول فين، وتحط السميد الارتب، وتحط الخميره خميره الخبز وشويه ملح، وتبدا تصب في الماء الدافي وتبدا بالبلونجور. تصب في الماء الدافي بالبلونجور، بك البلونجور لا تعرك بيدك ولا بمغرفه لا بفويل بحد شيء، حتى لين تحسها ولات اوموجين، مش جاريه ومش يبسه، مش يبسه تبدا معناها اوموجين. فهمتي كيفاش؟ انت بعد تشتعم تنساها، تخليها ترتاح. لازم تخليها ترتاح نصف ساعه، تغطيها وتخليها ترتاح. تسخن القلية نتاعك بيان سور، مادام فيها الخميرة يلزمها ترتاح. ترتاح اغسر، هي باك البلونجور هو اللي باش يرتاح لك ويعطيك الخدمة فيسع 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 فيسع. انت تاخذ القلية تفا، تهز باللوش، تحط دو لوش فك التفال هذيك، وتخليها التيب. التيب من جهه برك حطيتي تحطها التيب، تبدا كلها تتنقب جست. مش نقول لك اللي راه يقول يا اخي انت قمت تنقب فيها، نو هي تتنقب وحدها، سبحان الله وحدها تتنقب وبنينه برك. هي منظرها مزيان على الاخر وهي كيف بنينه بنينه تخي بون. تو نعرفش انا كي نمشي للتبرقه والدراهم، كي تعبت في الوتله غاديكا يحطوا بدي ديجني الغرايف، الغرايف يحطوهم خاطر ديما الكيف مو قريب لهم. يحطوا الغرايف هذوما وتبدا العباد تهز وتاكل شيخه بالغرايف، شيخه بالغرايف. ونقول فريمون معناها الجهه هذيك يعملوها برشا، وهي سهله كما كنا نشوفوا معاك، ما تستحقش برشا وقت وما تستحقش برشا جهد. انا عطيتك عطيتك انا راهو عطاوني دو تخوا غوسيت، مي موا جي بريفيري لا غوسيت هذيك، وانا نعملها بالبلونجور معناها فيسع فيسع. ومن بعد اكتب من جهه بركه، ما تقلبيش كيما الكخيب، ما تتقلبش. هزها تحطها بالوقت. انت ايش تعمل كان وقت الزيت الزيتونه، تو حط شويه زيت زيتونه وحط العسل وتثنيها كيما الكخيب وتاكلها. كان تحبها بالزبده تعملها بالزبده، انا نعملها بالزبده، نحب الزبده، نحب نعملها بالزبده ونحط فوقها لو سوكر غو، اكل السكر الاحمر هذا، ونقلبها وناكلها. هذه هي الغرايف نتاعنا. شو ما كنت تحب هكا رشه فيكيا في وسطها كيما تحب، معناها تحب تصعبها وتحط الفيكيا، تحط الفستق، تحط الشاميه كيما تحب. حتى بالشاميه يعملوها بالشاميه، يعملوها بالبسيسه، يحطوا البسيسه. انت واش تحب معناها؟ فهمتني؟ هي اصلها بالزيت زيتونه والعسل، واللي يحب الزبده العربي والسكر. ها قلت لك تحط الفيكيا ويحط، وتو يضخموها ويحطوا في النوتيلا. هاي النوتيلا يحطوا النوتيلا بور لي زونفون. ما تقولش عليها مش تولي كعبه كريب، مش كعبه كريب ياكلوها. اما هي قلت لك تبدا مفوجه ما تتقلبش، وبنينه برشا، بنينه برشا، يعطيهم الصحه. هذه معناها اهم حاجه كما قلت لنا انت، ان نطيبوها من جهه بركه، هي بطبيعه كي مش تتنقب مش تقولش عليها مش تطيب من فوق. هي 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 قلت لك تطيب من اللوطه بركه، ما تقلبهاش
تقلبهاش. ما تقلبهاش وتحط فوقها انت واش تحب، اللي تحب الشاميه اللقطه ولا تتاكل هكاكه صافي. هي ما تتاكلش هكاكه خاطر باش تاكل كان السميد تبدا معصطه مالحه. ما هوش نعملوها بالعسل ولا اي ولا تحط لها العسل والزيت وتحط لها الزبده السكر غو شويه شاميه تولي يحطوا لها في النوتيلا قد يولوا صغار يحبوها بالنوتيلا وتبدا سخونه راهي سخونه اي دو بريفيرونس بالوقت تبدا انت تعمل وانت تاكل فيها وهي سخونه. فهمتني هذيك فهمت لازم تتعمل هذه الغرايف نتاعنا تحيه ديما حاجه بنينه برشا بالحق الفازه معناها لازم بالحق تتعمل تتاكل سخونه خاطر اذا كان بردت راهو ما تولي ما تتاكل هي تتاكل سخونه وتهو لو يسخنوا في الميكروند يحطوا في الميكروند وياكلوا. باهي شكرا ليك مدام راقيه بالحق المنيو نتاع اليوم كان تحفون برشا من ولايه الكيف اللي هي البرزقان المريشه مدموجه والغرايف وبالطبيعه معناها هذه الكل احنا مشينا لولايه الكيف وشفنا شنو ما نجموا نطيبوا فيها الولايه هذيا وهي ما شاء الله اهلها مضيافين وهي بلاد مزيانه على الاخر ننصحكم باش تزوروها راهي مزيانه على الاخر توا وقت الثلج توا وقت الثلج تحفونا وماكلتهم ريت ماكلتها الكلهم اروع الكلها طاجين وسخونه وفهمتني كيفاش مش كلي معناها الماكله تتحط وتقعد حتى من بعد تاكلها يقول لك من نارها لغارها من غارها من نارها من نارها لغارها هذيك شنو هي الحكايه يعطيك الصحه. توا جينا للجزء الاخراني اللي نستنيو فيه الناس الكل اللي هي المسابقه باش نعلنوا على اسم الفايز نتاع المسابقه نتاعنا ما شاء الله جاوبوا هما معناها واحنا نحبوا نربحوا ماذا بينا نربحوا الناس الكل اللي جاوب على السؤال الصحيح هو سي شكري فيجي سي شكري فيجي ومدام سيده اسفينا سي شكري فادي ومدام سيدة سفينة وبطبيعة مش تجيب حذانا زميلتنا أنس الهمامي اللي باش تختار لنا الفايز في المسابقة متاعنا اللي هي باش تكون من إهداء هريسة النجمة دونك أنس اليد البريئة متاعنا صغرونتنا متاع الراديو هي باش تختار لنا. شكرا ليك أنس شكرا ليك الفايزة في المسابقة متاعنا مدام سيدة سفينة مدام سيدة سفينة نتصلوا بيك باش تجي تتسلم الجائزة متاعك اللي هي من إهداء النجمة. شكرا ليك ومدام راقية بالحق يعطيك الصحة ديما مشرفتنا ومنورتنا بحضورك ديما تسهل لنا لي رسائل انت تبارك الله نحاول والله نحاولوا باش نعملوا ديما حاجة بنينة ومزيانة وفاسيل افير باش ديما اللم ما تتعبش ديما اللم تلقى راحة كي تخرجينا تلقى ان بليزير افير فهمتني واضح يعطيك الصحة. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي فاتوا الفيديو ان شاء الله يلقاه بعد شوية على الباج اوفيسيال فيسبوك وديجا تلقاو الحلقات اللي فاتوا الكل على الحياة اف ام. كنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو امنا بوخيت نوفل الشرطاني في الاخراج التقني محمد ضياء فجرية امن لكم الديجيتال. اكلات من الجهات في مطبخ الحياة في مطبخ الحياة.